حدث في مثل هذا اليوم في 3 فبراير تزامنت العديد من الأحداث عبر التاريخ، نرصدها بداية من عام 1931 عندما وقع زلزال نابيير في نيوزيلندا والذي أدى إلى مقتل 258 شخصاً، وهو الزلزال الذي صنف كأسوأ كارثة طبيعية في البلاد. وفي عام 1962 قرر الرئيس الأمريكي حينها جون كينيدي حظر جميع أنواع المبادلة التجارية مع كوبا باستثناء المواد الغذائية والأدوية، وذلك في إطار تدهور العلاقات بين البلدين بعد أن شرعت حكومة كوبا والاتحاد السوفيتي في بناء قواعد سرية لعدد من الصواريخ النووية متوسطة المدى في كوبا. وفي 3 فبراير عام 1969 تولى ياسر عرفات رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك باجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد بالقاهرة ليصبح ثالث شخص يتقلد هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة على يد أحمد الشقيري عام 1964. وفي مثل هذا اليوم أيضاً عام 1975 توفيت كوكب الشرق أم كلثوم عن عمر ناهز 76 عاماً، وتعد أم كلثوم من أبرز مطربي القرن العشرين، حيث اشتهرت في مصر وفي عموم الوطن العربي بعد أن قدمت العديد من الأغاني الخالدة مثل أمل حياتي وألف ليلة وليلة والأطلال، فضلاً عن العديد من الأغاني الوطنية مثل مصر تتحدث عن نفسها ومصر التي في خاطري وغيرها.